علاش نخدم على الطيور وعلاش انا مغروم خاطر جاي من المنطقه اسمها الهواريه بلاد بلاد دونك الهواريه تربيت في عائله يمكن افقر من عائله قاسم جعفر على خاطر كنا نسكنوا في الثانيه نتاعنا لظروف خرجنا من الدار من الهواريه وسكننا في الثانيه أربع صغار أمي تحب تقرينا بابا يخدم في الفلاحة ومش فيهم ديما يخدم كهو ويلزمنا والحاجة الباهية اللي عشنا فلاحة بسطاء ناكلوا كل شيء من الثانية نذكر أمي ما تشري من السوق كان الزيت الفلوس اللي صورهم كل أنجكتي في قرايتنا كيفاش نوصلوا صغارنا وحلم أمي كان كيفاش نخرجوهم من الفلاحة هذه وبديت كي تتربى أنت مع الطير بابا كان فوكوني تعرف شو معناه فوكوني معناه يربي الطيور يصطاد بالسيف يصطاد بالبرني كان يخير البرني عليين على ولده كان يلزم يدبر عشاء السيف ما يهموش في ولده خاطر تلموا مغرومين اللي تربينا في الميدان هذاك كيفاش كنت حب بتاع الطبيعة هذيك والكونتاكت زرع فيها برشا حاجات اللي تخليني نستغرب كيفاش الطيور تطير اش بينا احنا نطيروش كيفاش اش الانواع الموجودة انواع واشكال كيفاش هذاك المزين وهذاك معناها تلمون كونتاكت اللي فما علاقة تربات وانا صغير به بعد كي كبرت شوية ولت نفهم تعرفوش كوستو ستي جارنا عنده تلفزة نقلنا بعد للبلاد وساعتها انتندو بديت شوية وكوستو كل نهار السبت يجيبوه انا نعمل عركة باش نمشي حدا دارنا جارتنا باش نتفرجوا في جون جاك كوستو جون جاك كوستو اللي غير العالم في التوسكي ماران ولكن انا غرامي وحبي للطبيعه مش المراه خاطر بعيد دارنا ما خلنيش نمشي للبحر ديما خاطر خاف علينا ولكن كنا بكونتاكت بعلاقتنا مع الطيور جون جاك كوستو كنت نحلم ان نكون جون جاك كوستو بتاع البر مش تاع البحر خاطر هو يخدم برشا في البحر الحاجه يمكن اللي نسيت ما قلت لكمش سيرتان مومون خويا من شارف كبير بارازار مشى لتونس مشى لجمعية حبة الطيور في تونس ساعتها بدات في السبعينات وجاب باندا ماجازين. باندا ماجازين هذيك يمكن ثلاث سنين وانا مخبيه وكل يوم نتفرج نجحت ما دوبلتش حتى عام في حياتي يمكن. بعد في التروازيام اني لازمك تمشي تقرا في نابل ولا في مزلتميم ما يسمى بعد تكنيك. انا وينش نمشي؟ جات فرصة وقدموا لنا اقتراح شكون يحب يمشي يقرا فلاح؟ كما تعرف عقليتنا ولد طبيب يطلع طبيب ولد الفلاح يطلع فلاح دونك هنا لازم نمشي نقرا فلاح جاو بعد الباك لازم تمشي للفاك بوشريك يوزع على عدة مدارس وجابوني في مدرسة فلاحية بماطر تعرف شو معنى تقرا في ماطر معناها لازم نقرا على الحيوانات على البقر ونعلف ونعيش في مش نعيش في اسطبل نخدم معاه دونك كل الحلم بتاعي مشي بريت الجمعة الأولى الجمعة الثانية ما نجمتش عملت مطلب للوزارة دو رورونتاسيون استنيت شوية مشيت للوزارة قالوا لي سي برا رجع اقرا روحك هجوني من الوزارة على خاطر ما تنجمش ديما تأنسيست باش تبدل الرورونتاسيون مشيت صحيح قلت له هاني مروح مشيت للماتر فهذا الروح هزيت ماتريالي وساكي مشيت تبرق خاطر جماعة الغابات يقراو في تبرق كي جيت المدير قلت له بعثوني قال شكون بعثك؟ قلت له مشيت للوزارة أنا كنت نقرا صحيح في ماتر أما بعثوني للوزارة قالوا لي مشي الماتر مشي لتبرق قال لي كيفاش والدوسي بتاعك؟ قلت له نسخة من الدوسي أما راني صبيت الدوسي
اللي به ما جاناش استنى شويه لعل يجي غدوه الدوسي ولا ما يجيش حاسيلو عادي الجمعه وانا نعمل في اللبويات للسيده بربي يقبلوني خاطر عندي صحابي مرسكي عندهم وكل مره وين وصلت ندخل نقرا وانا مانيش مسجل على خاطر شفوتني دروس بعد ولا يعرفوني الاساتذه الكل قالوا واش نعملوا كوميسيون ولا اجتماع كل شيء واش نشوف قبلوني وصلت هذا اول تشالنج لي انا كان كيفاش ندخل للطوارق دخلت ساعتها نقرا شعبه قصيره 3 سنين ونجحت وروحت فرحان باش ندبر خدمه باش نبدا نخدم في الغابات ونحمي الشيء هذا كاي نضرب عام بطال عام 86 انا نورمال انت بتبقى 3 سنين 4 سنين عادي عام بطال وكانت فرصك العام بطال هذاك كيفاش ردها حاجه بوزيتيف لميت صحابي قلنا نعمل جمعيه تحبات طيور عملنا جمعيه وبدينا نتذكر الغرام هذاك باش يتواصل بدينا ندوروا في المحميات نتسلفوا ندوروا في المدارس نتذكر بدينا نعطيه في على هجرة الطيور في الوطن القبلي بعد عام عيتونا باش نخدم في وزارة الفلاحة واو سيدي دبرتها عيتونا دار الغابات دخلت نخدم نلقى روحي في بيرو ديتود تاع دار الغابات في مندوبية من المندوبيات لا علاقة لها بالقراية اللي نحبها وبالشيء اللي نحبه أنا نعمله كيفاش دونك اللي خدمته الكل ضاع خاطر انا نحب نخدم في اداره الغابات اللي تابعه المحميات اللي تقوم بالدراسات حول الحيوانات والمحميات وكل شيء نلقى روحي في بيرو من البيروات كنت متقلق وجفيت تو كيفاش باش ننقل لازم تو ديجا كي دخلت حاجه باهي لازم ننقل من الاداره هذيك باش ندخل للاداره اللي نحب على هان خاطر كي سلمت نجم تبقى تولي تبقى غادي مش مشكله معناها المدير اللي معايا قال لي تعرف فوزي ما نجم نسيبك لما تجيب لي واحد منيش نجيبه منيش تجيب شخص اللي يعوضك باش هو ينقلك اوريزمون فما واحد زميل قرا معانا من البروموسيون استنى ما استناش عام هو مشى ديريكت مشى يخدم الجيش ساعتها كان يخدم الجيش مشى يخدم الجيش كلمته قال لي انا في الجيش اما هما عندهم الاولويه وقت يرجع من الجيش سما سول درابو ينجم يخدم من يحبه قلت له دبرت الخدمه في تونس في ريانا قال لي كيفاش قلت له والله بلاستيك حاضره اجا برك وهكذا كان فعل خاطر كي دخل هو انا اعطيته بلاستي ودخلت اداره الغابات وبعد جات فرصه وانا ديما ناشط في جمعيات ما سلمتش في الجمعيه خاطر الحاجات نجم نحبها نعملها في جمعيه حبات الطيور نهار قابلنا نحن دوز ايطاليان يعملوا في اوبسرفاسيون دي زوازو قابلنا في طينا في صفاقس نحن نتفرجوا في العصافر ويتفرجوا في العصافر تعرفنا بعضنا قال لي تحبوش تجيو نعملوا في ستاج يحسبوا الطيور اللي تتعدى من ميسينا من سيسيلا ايطاليا لدوتروا هذاك تاع ميسين ايه قلت لهم به مشينا درنا بالجمعيه عطتنا شهر شهريه اشتر التذكره ركبنا في البطو نحن قد نبي شويه وطلعنا 3 من الناس فرحانين عملنا كل ديابو كل شيء كيفاش نحكوا على تونس وعلى هجرة الطيور وخرجنا فينا مسينا خلطنا في الليل خمنا الصباح بونجور هلو بونجور هلو شنو الحكاية هذه ولا واحد يتكلم كلمة فرنساوية ونحن ولا واحد يتكلم كلمة انجليزية كيفاش تعدي 15 يوم رزمو عنا زميلنا يتكلم يطش شوية بالطليان يتفرج في الراي اونو يحكي له هو بالطليان وانا نحكي له كنتيش نحكي مع بنيه مثلا انا نحكي له بتونس ويحكي له ويحكي واحد اخر الطليان والطليانه ترجم وعملت بريزونطاسيون انا متاكد عملت بريزونطاسيون قدام يمكن نجي نص ساعه على هجره الطيور في انا نحكي بالفرنسي وهو يترجم الطليان والاخرى ترجم الانجليز ساعتها نعمل 4 ساعة نحكي وهم في الاخر يوصل لهم كلمتين هذاك كان الشوك اللي فريمون غير لي حياتي روحت طول بريتش كانسل كيفاش تعدي 15 يوم كيفاش تعدي 15 يوم تحب تحكي تحب تحكي لبلادك تحب تحكي وانت ولا تكسبير بالواميه
نتذكر في بريتش كنز كان يقسم معايا في الشهرية تلمون شير وشهريتنا تلمون با اللي يقسم معايا في الشهرية وهذاك بدأ يحلي البيبان وليت لقا كي بار لونجلي فصل الإدارة وين يجي قاوري عيطولي وليت المترجم مع المدير اللي نقعد مع المدير نقعد مع المديرين وين يجي واحد ما يفهمش بالفرنسي عيطولي فوزي وهيك بديت العلاقة وبديت نتعرف وساعتها الحاجة مهمة أخرى زاد عارفي وين يشوف انفيتاسيون جاي السيمينار البرا بالانجليزي وما فماش ترجمة ما يمشيش الوهم ما يمشي خاطر ما يفهمش بالانجلي هو كيما برشا في الإدارة تو لو يمشي وحتى ما يفهموش يمشي أما هو ما يمشيش عيط لي يقول لي فوز واش تحكي بالانجلي نحكي امشي تحب تمشي تمشي كل حاجة مرتبطة بالطيور نمشي وهيك بدا الكونتاكت للشركة الانترناسيونال وبديت العلاقة بس كان جمعياتي أكثرية أكثر جمعياتي أكثر من إدارة سباسي بي دونك وهكا تعرفت على المنظمات العالمية اللي في يخدموا في العالم على الطبيعة ومنهم منظمة اللوغو متاحة هذه ما نحبش نذكرها بدات الخاطر المنظمة هذه موجودة في العالم كامل في 120 دولة عندهم ساعتها 30 من 30 سنة يخدموا وهي اللي تعمل في بوندا ماجازين اللي كنت صغير أنا حافظ عليه دونك قلت له شفت هيك قلبي اللي يضرب قلت مش هذم هما وين كملت الكونفيرونس ديركت مشيت للسيد قلت له وين نخدم هيك ونعرف الدبليو دبليو اف قلتها من عمري أنا صغير قال يا بيه بيه مهم وكل شيء قلت له شنو نجمو نعمل ثبت الخريطة من لبنان حتى المغرب عمرهم لا خدموا في البلدان العربية عمرهم لا خدموا قلت له كيفاش نجمو نعملوا قال لي بيه اطلبني ابعث لي فماش لا ساعتها بالجوابات بالفاكسويت بالكونتاكت اعطيته الكونتاكت بتاعي وقعدت كل مرة نبعث له جواب قلت له وين كذا كذا وين نسافر هذه مهمة ياسر كيفاش تسطر انت شنو تحب تعمل وين نسافر كل بلاد نمشي لها نزيد نهار على حسابي ونمشي للبيرو بتاع المنظمة ذيك نحكي لهم انا فلان فلان نحب نعمل بيرو في تونس بديت نخدم معاهم شوي بشوي بكونتاكت خلني اعمل دوسي اعمل بروجي اعمل كذا بديت نعمل بروجي قدمت كجمعية في تونس اسمها المنظمة هذه وبداوا يحكيوا معايا وقال فما واحد طلياني كان في اندونيسيا جاء الميديتراني شاف الخريطه نتاع الجمعيه هذه ما فيها شيء في تونس قال شبيك ما تخدموش في شمال افريقيا وفي جنوب انا نحب نخدم قالوا له اسمعني فما واحد يهرش فينا كل عام يجينا ها عنده دوسي هنا شوفوه قال تفجعت كي اعطوني الدوسي نتاعك تفجعت الطفل طلبني حصل طلبني نهار هو طلبني وانا قلت له استنى فيك أربع سنين وانا نستنى في الكود تليفون هذاك قلت له ايجا قال نجي قلت له ايجا الجمعة جاي وبدينا الديمارش في تونس وبدات كيفاش نعملوا بيرو هنا وبدينا عملنا مشروع وقدمناه للمنظمة هذه وبدينا فما هما سيليكسيون تاع المشاريع نهار اللي عملوا سيليكسيون انا ما رقدتش في الليل يطلبني من غدوة الصباح قال لي فوزي ما تعديش خلي البروجي عجبهم اما ما عندناش فلوس قلت له كيفاش ما شنو عملنا تاو خلي لي شويه وقت نفكر قلت له به بعد يمكن جمعتين المراه اللي تلم في الفلوس يمكن طولت عليكم وقعوا ديري لي كاع لمتهم قلت النجمو حكايه فيرها النجمو كلمني من غدوه خلي اسمعني راه دبرنا هيك شويه يمكن ربع السوم اللي نحن طلبناه ولا البروجي اللي عملناه شنو رايك؟ قلت له خليني نفكر روحت مع عرس جديد انا مرتي قلت له شنو نعمل تو؟ بديت نحسب 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 نلقى روحي كان باش نحل البيرو صالاري مش يهبط كنت في الوزاره مزيد يهبط لط. وبعد جاتني فكرة قلت انا نقرا في بريتش كانس نمشي لبريتش كانس مشيت لبريتش كانس قلت لهم بالانجلي عاد بديت قلت له راهو هيك وساعتها البرانس بتاع فيليب هو البريزيدون دونور نتاعنا نحن نتاع المنظمه هذه قلت له انتم عندكم لو برانس وكذا كذا وراني باش نجيب المنظمه هذه في تونس قال شنو تحب
قلت لهم نحب كيف ما نحب اورديناتور نحب طاوله نحب قال لي برا جيب لي فاكتير ساعتها 10 منين فاكتير مو تلخاني انا كلمت الراجل من غدوة قلت له سي قابل ايجا وبديت الخدمه كي عامل لي كونترا ب 26 ب 6 شهور وبديت نحل في البيرو تو عندي 23 سنه انا جماعة اللي يخدموا معايا كي يدخلوا نقول لهم ثلاث حاجات عندك انت كي جيت معانا كي تخدم معانا لا تخدم في البريفي انت تخدم وعارفك يستغنى سي نورمال تجيب في الفلوس لا تخدم في الوزاره كي دول شباب سورتو انت تخدم وعارفك يطلع خاطر برقراد ما تنجمش تفوت وعارفك تنقز من فوق ما يخليوكش خاطر السيستيم اما كي تجي تخدم معانا تخدم بورا اوبجيكتيف بيرسونيل انت كي تخدم وتوصل النتيجه تروح تشبع بالنوم تقول انا عملت انا غيرت وانا وصلت الحاجه اللي نحب عليها الحاجه اللي يمكن يحسدوني برشا عليها ولا نحسد روحي ساعات اللي الخدمه هذه مش خدمه انا نخلص على خاطر صغار يقول لهم انا اسكو بابا اش بك تخدم يقول لهم انا نخلص على خاطر مانيش نخدم على خاطر نحب حاجة كنت نصرف عليها بالفلوس باش نعملها أنا نخلص على خاطر الشيء نحب عليه وشكرا.